مركز الأورام يا دكتور بجامعة المنصورة حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق المستهدف من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية. خلونا نتكلم ونعرف تفاصيل أكتر. معانا عبر الهاتف دلوقتي دكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضراتكم، أهلا بحضراتكم، أهلا بالدكتور خالد، وصباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير. يمكن دكتور خالد كان لسه بيتكلم دلوقتي عن نسب والأرقام، الاستبيانات كانت حوالي 5 مليون، لو نقدر نتكلم عن الأرقام اللي يعني عايزين أو مستهدف تحقيقها من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بالتحديد كام يا فندم؟ هو حضرتك طبعا انا مع الدكتور خالد، ولكن كان ده طبعا خاص بالمبادرات الرئاسيه اللي بتشمل اورام كتيره. بالظبط. ولكن اللي احنا بنتكلم عليه في مركز اورام المنصوره هو المبادره الرئاسيه الخاصه بصحه المراه. اللي هي ابتدت، ودي كانت اول مبادره تبتدي، وابتدت في شهر يوليو سنه 2019. وحقيقي كان الهدف زي ما الدكتور خالد انا سمعته حقيقي في التليفون، ان هو بنزود الوعي وبنزود الامكانيات وبندرب الدكاتره. وجايز هو مركز اورام المنصوره من المراكز المتخصصه في هذا المجال وموجود في الدلتا، فكان هو المكان اللي كان كل الناس بتروح عليه. فعلشان كده الحمد لله رب العالمين احنا حققنا الى حد كبير المستهدف. كنا اعلى ناس في تحقيق المستهدف من المبادره الرئاسيه لاكتشاف اورام الثدي عند المرأة. فمثلا هنيجي نلاقي ان اعداد المترددين اللي كانوا جاي لنا من الوحدات الاوليه وصل حوالي 22,000 حاله، ولو وصلنا ان احنا اكتشفنا حوالي 3680 حاله مصابه بسرطان الثدي في خلال هذه المبادره. طبعا الاعداد دي احنا مش بنشخص، احنا بنكتشف ناس نتيجه الوعي، ان هم ما كانوش بيشتكوا من حاجه، ولكن بعد الوعي والفحص الاولي والحاجات دي تم اكتشاف ان هم فعلا مصابين بسرطان الثدي. طيب دكتور وليد، ازاي تم التعامل مع هذه الحالات؟ طبعا الحالات دي بتتم على طول، بتيجي لنا من الوحدات او المستشفيات المركزيه المحيطه بينا. بيتم على طول عمل الاشعاعات اللازمه والعينات اللازمه، ثم اللي له بعض العلاجات بياخدها، سواء علاجات كيماويه او علاجات موجهه، واللي بيكون له عمليه بيتم عملها مباشره. وده كله بيكون بالتعاون مع المبادره الرئيسيه، لان هي بتسجل كل الحالات دي، وحقيقي بتقدم لنا كل العون في علاج المرضى دول. طيب انتوا جامعه المنصوره حصدت المركز الاول، عايز اعرف ايه الخدمات او ايه الخطه اللي تم العمل عليها للوصول للمركز الاول على مستوى الجمهوريه في تحقيق المستهدف من هذه المبادره، وازاي كمان بتدربوا الدكاتره يا فندم؟ هو حقيقي طبعا هو ده تعاون ما بين وزاره الصحه والجامعه، لان طبعا زي ما انت عارفه ان مركز اورام المنصوره هو تابع لجامعه المنصوره. طبعا وزاره الصحه في المستشفيات وفي الوحدات الصحيه قامت بتدريب الاطباء على كيفيه فحص المراه والتوعيه والارشادات اللازمه، ان احنا مين المستهدف من المبادرة دي، علشان ان احنا نقدر نعمل اكتشاف مبكر وليس اكتشاف في مراحل متأخرة. فطبعا اول ما بيتفحص في الوحدة الاولية، ولو في اي اعراض او اي حاجة شافها الطبيب في الوحدة او في المستشفى المركزي، بيحوله على طول الى مركز اورام المنصورة. مركز اورام المنصورة محدد عيادة للمبادرة لوحدها، مش عيادات الكشف بقى، لا ده دولي اللي بيبقوا جايين من المبادره، بيبقى قاعد فيها عضو هيئه التدريس، بيقوم بالكشف مره اخرى على الحاله، ولو محتاجه اشعه على طول بيعمل لها اشعه وبيعمل لها الفحوصات، ولو شك في وجود اورام بيتم التعامل معها مباشره، ولو كان الحمد لله كانت الشكوى حاجه حميده فبيتم بنطمن المريض وبنقول له على الفترات اللي هو المفروض يتابع. وكشفتوا على حاجه و20,000 سيده؟ بالظبط كده، 22,000 سيدة. طيب دكتور وليد، بالنسبة للاستبيان وبالنسبة للأشعة، وأكيد في فحوصات وتحاليل وكشوفات، ولو تأكدنا زي ما حضرتك ذكرت إنه في بالفعل سرطان للثدي، إزاي بيتم التعامل مع الحالات؟ حضرتك قلت إن إحنا بنكشف عليها وبنقدم الدعم اللازم والمطلوب، ولو في عمليات بنقوم بإجرائها. الرسوم عاملة إيه؟ لأن برضو دي حاجة من ضمن الحاجات الدكتور كان بيتكلم عنها دلوقتي، إنه إحنا بنخاف.
تمام، ده مهم جدا بقى ان احنا نوضحه، ان كل ده بيتم بدون دفع. تمام، كويس جدا ان احنا نشير الى هذه النقطه عشان نشجع الناس اكتر، لانه حتى دكتور خالد كان بيقول يا فندم لو تسمح لي، يعني مثلا احنا المريض العادي اللي بيجي يكشف في اي مؤسسه حكوميه بيكشف بتذكره رمزيه مثلا، المريض اللي من المبادره بيجي بس بورقه المبادره، ولا يتم حتى قطع التذكره الرمزيه. الورقه الخاصه بالمبادره بتتم مجانا، بيخش له تراك خاص بيه، ما بيصرفش اي حاجه على الاطلاق. طيب عظيم جدا، لانه كان الدكتور خالد بيقول دلوقتي انه جزء من الموضوع ان انا ايه سليم وما عنديش اي اعراض، ايه اللي يخليني اروح ان انا اكشف واجيب لنفسي بقى وش وجع دماغ واكتشف ان انا عندي حاجه فكمان هيبقى فيه فلوس؟ لا، فاحنا الحمد لله المبادره بتتكفل بكل شيء يا دكتور. اي بالظبط كده، دي مجانيه تماما، سواء علاج سواء عمليات سواء كشف سواء اشعه سواء عينات سواء تحاليل، كل ده بالمجان. نشكرك دكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة.